ما يخالف، حتى لو أطلت في الإجابة على هذا السؤال، لأنه مهم جدا أن يتنبه أحبابي وأقول لهم: الله جلت قدرته وتعالت عظمته، امتن علينا بنعم عظيمة، نعمة الخلق، نعمة الرزق، نعمة تدبير ملكوت السماوات والأرض، نعمة كل ذلك من الله، لكن يا عليكم أن تعلموا أن أعظم من هذه النعم كلها نعمة الهداية، الدلالة على الخلق كيف يجب أن يسيروا في الحياة. من أجل أن يعلمهم الله كيف يسيروا في الحياة أرسل الله لهم أنبياء. قبل أن يأتي النبي كان الله قد هيأ الإنسان بشيئين. الشيء الأول فطرة، يعني خلقه الله وكونه وهو في أصل تكويني ميال للإيمان، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، كل مولود يدعى للفطرة. والأمر الثاني أعطاهم الله عقل يدرك، يعرف، يرى مظاهر الحكمة فيعلم أن وراء الحكمة حكيم. يعني أنت لما تتأمل في وجهك هذا أربعة أنهار، لعاب في الفم، دمع في العين، شمع في الأذن، مادة معينة في الأنف، ما ودي أقولها، أحترم أذواقكم، كل في مكانه، ألا تدل هذه الحكمة على أن الصانع حكيم؟ بلى. هذا تأملات العقل. يعني لو أن الدمع المالح كان في الفم كيف تصبح الحياة؟ وهكذا الشم، الأذن غضروفية وليست عبارة عن عظم، إذن حكم تراها. طيب، لكن الفطرة والعقل ما تكفي، أرسل الله أنبياء ورسل وأعطى كل رسول كتاب. هذا الكتاب فيه شيئين، العقيدة والشريعة، وإن شئت فقل عالم الغيب وعالم الشهادة. إيش معنى العقيدة والشريعة؟ العقيدة ما يجب عليك أن تؤمن به وتصدق به ولم تره ولكنك رأيت شواهده ودلائله كالشمس في رابعة النهار، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والشريعة كيف نصنع حياتنا، كيف نقيم، كيف يعيش الإنسان، كيف يتصرف، سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو الأمة أو الدولة، الاجتماع أو الاقتصاد، كل هذا موجود. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب، هذا الكتاب الذي تضمن العقيدة والشريعة أعطى الله الأنبياء شيء آخر مهم اسمه المعجزة، البرهان، الدليل على أن ما قاله النبي حق. هذا الذي أعطى الله الأنبياء أعطى كل نبي ما يتوافق مع زمنه. فأعطى إبراهيم أن دخل النار فتحولت النار التي من طبيعتها أن تحرق بيتا آمنا لإبراهيم. وأعطى موسى انفلاق البحر، وأعطى عيسى إبراء الأكمه والأبرص، لكن تلك كانت معجزات مادية انتهت، وانتهى التاريخ بها وأصبحت حدثا في التاريخ. ليه؟ لأن تلك الديانات كانت ديانات لأقوام معينين أو جنس معين الله أراد له البلاغ، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء محمد عليه الصلاة والسلام أعطاه الله ما أعطى الأنبياء السابقين، كتاب هو القرآن والسنة، تضمنت العقيدة والشريعة، وأعطاه برهان. لكن برهان محمد صلى الله عليه وسلم برهان في براهين تتوافق مع طبيعة الرسالة، رسالة الإسلام. إيش طبيعة الرسالة؟ إذا كانت الرسالات السابقة كانت محصورة بقوم أو بأمة معينة، أما محمد صلى الله عليه وسلم لا، رسالته فهي انتظمت العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والأمر الآخر أنها انتظمت شؤون الحياة بأكملها. والأمر الثالث أنها دائمة إلى يوم القيامة. إذن يجب أن تكون معجزاته تتناسب مع هذه، مع هذه الرسالة. أعطى الله محمد معجزات مادية كما أعطى الأنبياء السابقين. أنا أذكر لكم مثل واحد من معجزات المادية، واحد بس، والشاهد عليه صفوة الأمة، أفضل من وجد في هذه الأمة صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. في موقعة الحديبية كان النبي عليه الصلاة والسلام يفاوض قريش عشان يدخل إلى مكة يعتمر، وطارت المفاوضة فانتهى الماء من بئر الحديبية. اليوم هذا اليوم، اليوم أنا كنت عند بئر الحديبية،
سبحان الله، ما كنت أظن أني سأسأل. هذه البئر لازالت موجودة إلى اليوم، انتهى الماء منها. الصحابة عائلا يا رسول الله انتهى الماء، قال عندكم ركوة إناء صغير؟ قال جيبوا. أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده الشريفة فيه، وإذا بالماء ينبع من بين أصابعه، وجاء 1500 من كرام الأمة شربوا وتوضأوا وملأوا أوانيهم، سقوا دوابهم، الماء ماء ماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. يقول جابر بن عبد الله، يقول والله، يقول كنا 1500 يعني 1500، يقول والله لو كنا 1100 يعني مليون لا تفجر النهر وشربوا منه. إذن يا أخي هذه معجزة مادية لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن في شيء ثاني اسمها المعجزة التشريعية، ما أودع الله في القرآن والسنة من القدرة على صياغة حياة الناس جميعا البشرية كلها. اليوم العالم رأى الشيوعية سقطت، ورأى الرأسمالية تهاوت في نظامها بلا شك، وأنا ما أقول هذا الكلام، يقوله أقطابه، يقوله رجال الاقتصاد والعلم. إنعم، وما بقي من منقذ إلا هذا الدين في منهجه الاقتصاد. ليه؟ لأنه منا؟ لا، لأنه من الله سبحانه وتعالى. والإعجاز التشريعي باب عظيم ما أقدر أطول عليكم فيه الآن، لكن دعوني أمر بسرعة. وفيه إعجاز الهداية، أن هذا الدين خرج إلى الأرض واستوطن قلوب الشعوب، كانت تحصل في التاريخ غزوات أو كذا، إذا خرج العدو خرج بأفكاره، الإسلام لا، يستوطن العقول والقلوب، لأنه دين الفطرة ودين الحجة ودين البرهان ودين الله. أخيرا الإعجاز العلمي، إيش الإعجاز العلمي؟ أرجوكم تتنبهوا لي أحبابي ببساطة. الإعجاز العلمي حقائق، حقائق ليست فرضيات ولا نظريات، حقائق لم تكن معروفة وقت تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سطح الأرض كلها. ما هي معروفة لا عند اليونان ولا الرومان ولا قدماء الهنود ولا قدماء المصريين ولا في أي حضارة، ولا حتى في الكتب التي تسمى كتب دينية، ما هي موجودة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمي في قرية أمية، وتنزلت عليه هذه الحقائق وبقيت موجودة في داخل القرآن والسنة، لأن الله يعلم أن في زمن سنحتاج فيها إلى أن تتكشف لنا هذه الحقائق، مصداقا لقول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. وفي كلمة سوف يعني في المستقبل، السين وسوف للمستقبل، ويقول الله ولتعلمن نبأه بعد حين. طيب أقول لكم بعض أشياء لطيفة من اللطائف. علم الأجنة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، هذا العلم أصبح اليوم علما منظورا، يعرفون فيه مراحل نمو الإنسان في بطن أمه، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يتكون الهيكل العظمي ثم تكسى العظام باللحم ثم تبدأ النشأة الكاملة ثم يستمر النمو. هذه الحقيقة لم تكن معروفة عند أحد فوق الأرض، بل في أوروبا إلى القرن 17 وهم يقولون الإنسان يولد من حيض أمه، وبعدين قالوا لا 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 من الحيوان المنوي، بعدين قالوا لا لا من البويضة، وبعدين بعد ما اكتشفوا الميكروسكوب في القرن 19 قالوا لا لا تبين أنه من 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 الحيوان المنوي ومن البويضة المرأة. والآن في القرن 20 أصبح أكبر علماء الأجنة في الأرض، وسأذكر لكم أسماءهم، والذي لا يريد أن يعرف الحقيقة إنما يتحدث عن جهله، عن جهله، عن جهله.